فصلاة الكسوف سنة مؤكدة، بعض العلماء يرى وجوبها لكن الجمهور على أنها سنة، وهي آكد التطوع، آكد صلاة التطوع الكسوف. فهذه عبادة عظيمة لهذه المناسبة، تضرع إلى الله ودعاء وقراءة قرآن وركوع وسجود حتى يذهب الله عن الشمس أو القمر ما حصل لهما. ويخشى أن تكون الساعة، يخشى أنها تنكسف ولا يعود إليها نورها، تقوم القيامة. ولهذا خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، أيحدث للمسلمين خوف عند حدوث الكسوف والخسوف؟ ولهذا يدعون الله، يتضرعون إليه ويركعون ويسجدون له سبحانه وتعالى حتى يذهب الله ذلك عنهم، وهو القادر على كل شيء. فهذه الصلاة، صلاة الكسوف، سنة مؤكدة، وهي ترقق القلوب وتخوف العباد وتقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. والحمد لله لا تزال هذه السنة قائمة، يقيمها المسلمون في هذه المناسبة محافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء لله بأن يذهب عنهم ما أصابهم، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. ما يلجأون إليه إلا إلى الله، إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، لا يدعى إلا الله عند الشدائد وعند الكروبات. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا الله سبحانه وتعالى هو القادر. والله يذكر عباده بهذه الآيات والحوادث، يذكرهم من أجل أن تلين قلوبهم، من أجل أن يرجعوا إلى ربهم، من أجل أن يدعوه ليستجيب لهم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم.